لا لا هي. مش دي مش طب دي ايه رايك بقى انا بتكلم على الاولانيه طب ايه رايك النفس صدره عيد يا محمد اه هي دي هي دي عيد تاني هي دي اللي بيقول لك ايده لا انا اقصد مش دي لا خلينا هي دي هي دي هي دي اللي كان اللي ما شافهاش هو عمرو الصادق اللي ما شافهاش ما شافهاش لان هو ما كانش متاكد انها جول اه طيب شوف محمد جايب لكم حاجه تانية برضه اه زمالك واسماعيلي محمد أيوة صلاح اهو ايوه ادي فاروق جعفر مين اللي جاب الجول ها حسن علي خليل لا حسن برافو عليه علي. برافو عليه علي. برافو عليه علي خليل في استاد القاهره برافو عليه علي خليل اه يعني احنا بنحييه طياره له هتقبل في قطر او في الامارات حاجه كده في قطر في قطر في قطر, في قطر. فتحيه ليك يا كابتن علي يا خليل واكيد انت بتتفرج انا عارف في اللحظات دي علينا قطر شعبيه مودرن شعبيه ما شاء الله ما شاء الله طاغيه بفضل الله خصوصا لدى المصريين الاعزاء الجمال اللي في قطر يعني صحيح والله والقطريين والاماراتيين بيكلمونا كتير على طول يعني انا ليا اصحاب قطريين متابعين مودرن على طول صحيح دي حقيقة صحيح يعني. دي حقيقة. طيب احنا ما قطعناش الشك باليقين في ايده ولا مش في ايده؟ اه عداها هنجيبها تاني هنجيبها تاني نقول التشكيل لا احنا نصدق عمرو برضه بس نشوفها بعينينا نصدق عينينا اكتر وعمرو يشوفها برضه بس احيانا الزوايا الكاميرا بتبقى خادعه ده ما فيش شك بس بتبان من ايه احنا بنتغلب عن زوايا الكاميرا وعدم الوجود الاجهزه باحساسنا اللي ممكن جزء من الفانيلا يبين لك ممكن علامه مزبوط. في الفانيلا تبين لك مظبوط جت فين رفعت التيشيرت نفسه احيانا بالظبط كده حاجات احنا يعني بالصياعه المصريه الكرويه نقدر نجيبها ونقدر نحكم عليها صحيح. زي ما حكمنا اهي اهي ثانيه واحده بص يا جماعه بصدره ها يا جماعه بصدره طب عايز اقول حاجه ارجع تاني سنه كده محمد بص الظل بتاع الكوره ارجع بالكوره كده شويه ارجع بالكوره شويه كمان صدره عند الخط الاحمر هل جت عند الخط الاحمر ايوه برافو عليك حلو يا مجدي برافو شوف الكويره اتنطقوا في واحد ازاي اهي لو الخط الاحمر انزل باين انزل كمان سنه انزل كمان سنه صور بص الظل بتاعها الظل بتاعها على البنش هي في الخط اهي قربها لك يلا يا مصر اهي سلام عليكم شوف ظلها فين شوف ظلها فين هي في الخط الاحمر يا كابتن صدر تصور انتوا الوحيدين في مصر اللي اثبتوا انها في صدره في ايده طبعا لان انا متابع كل البرامج واحنا بين الشوطين كلهم قالوا بايده لا صدره لدرجه ان احد المعلقين صرخ صرخ كان الله في عونه يعني قال ده لمسه يد ده الحكم يتوقف يا جماعه ده الحكم يتوقف في الخط الاحمر يا كابتن خلاص خلصت خد شك البراءه خلصت شكل انا الحقيقه امين لتصديق عمرو زكي يعني لما محمد يحيى قال لي دلوقتي انه اقسم في التليفون وعمرو زكي انا شايف انه ما بيكذبش بتعاملي معاه عمرو زكي جاب جون شرعي 100% بالظبط كده 100% بالزبط. لكن الاولاني عمرو مش جون يا عمرو مش شرعي معلش لا الاولاني مش جون بس هو قال لك ما شفتوش الراجل ما قالكش جون ولا جون لان هو تعبيره بعد الجول ما صفر مش مصدق طب هل ميزو هنا بيقول له لا مش جون ولا بيشاور على حاجه ثانيه لا على حاجه ثانيه على حاجه ثانيه اكيد لا على حاجه ثانيه اكيد تانية. اكيد على حاجه ثانيه يمكن على الكوره اللي ما دخل اللي هي جت في العارضه لا دي اللقطه دي الطبيعي بعد الهدف ده ترتيبها في الشريط بعد الهدف لا هو على فكره لو عدنا الهدف الهدف عبقري برضه جدا صدر يعني عارف ده لا وملعوب ثرو بس حاجه بيسموها في سوبر حاجه بيسموها في علم التدريب التوافق العضلي العصبي بالظبط انك انت بتعمل اكتر من حركه مميزه صحيح في توقيت زمني معين صحيح. بكفاءه واقتدار على صدره في دماغه وبرجله في الجول يعني على صدره تنور على لا 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 ثلاث 104 باب العتبة هي في 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 الكتب يا كابتن الانجليزيه بيسموها دبل تالنت لا دي تريبل تالنت او دي كمان بقى تريبل دي تريبل تالنت شوف جمالها واخد على الصدر على الدماغ على بالرجل برافو عليه تريبل تالنت برافو عليه بص واحد اثنين والثالثه والثالثه جميله جول حلو ويحيى عليها جول حلو جول حلو حلو يحيى عليها عمرو زكي حلو يحيى عليها جدا يعني مبروك يا عمرو وجول شرعي 100%